ناخد سيادة اللواء دكتور مصطفى كامل قائد وحدات الصاعقة الأسبق وأيضا مستشار أكاديمية ناصر العسكرية معنا على التليفون. سيادة اللواء مساء الخير يا فندم على حضرتك. مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم. طبعا أكيد هنسأل إزاي حضرتك شفت هذه الزيارة، لكن مهم كمان الرئيس كان ليه تصريح وقال إن إحنا هنحتفل قريب جدا بالقضاء على خوارج هنا العصر، فده مصطلح محتاجين إن إحنا نشرحه أكتر للناس. اتفضل يا فندم. الحقيقه يمكن يعني نهايه الكلمه تدلل على اننا اقتربنا الى حد كبير الى تحقيق الاهداف الرئيسيه في محاربه الارهاب. الهدف الاول هو احداث الاستقرار الامني والسياسي في مصر، خاصه في سيناء الارض المقدسه. الهدف الثاني هو تهيئه افضل الظروف لاحداث التنميه الشامله في سيناء. الحقيقة يمكن الرسالة اللي أراد سيادة الرئيس إن هو يوجهها إلى الشعب المصري كله وإلى أبناء الشعب، الأبناء المخلصين الذين يضحون بكل غالي ونفيس، يضحون بأرواحهم لحماية هذا البلد الأمين. يعني عندما يقول نحن سنحتفل بإذن الله قريبا بالنصر، هذه رسالة يمكن نقدر نقول تحمل في طياتها إشارات رئيسية لجميع من يمول الإرهاب، يحمل رسالة كبيرة جدا للعالم العربي، يحمل رسالة كبيرة جدا إلى الشعب المصري، يحمل رسالة كبيرة جدا إلى أننا إن شاء الله يعني ماضون في اتجاهنا السليم لنحقق ونبني أمة مصرية خالصة. في اعتقاد الشخصي انها ستؤتي كلها وثمرها ان شاء الله قريبا. رائع. ده ملخص الرساله يعني، لكن انا اتصور ايضا ان هذه الرساله برضو بتشير اشاره واضحه انه يلبس الزي العسكري كانه باعتباره القائد الاعلى للقوات المسلحه، عشان ما حدش يفكر غلط، باعتباره القائد الاعلى للقوات المسلحه، لكن هو يمكن أشار قبل كده أن هو مستعد يلبس الأبرون مرة أخرى ليقاتل بجوار هؤلاء البنود، وهي إشارة واضحة يعني، إشارة رقيقة جدا وجميلة جدا. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن احنا نفهم مغزاها ومعناها، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون النصر قريبا بإذن الله. طيب سيادة اللواء اسمح لي برضو أسأل حضرتك، حيك قلت أن من الرسائل دي يعني زي ما نقول رسالة ضمنية كمان لمن يمول الإرهاب، هل هنا نقدر نقول نعم، هل هنا ممكن نقول سيادة اللواء أن هل حيكون هناك خطوات أخرى في المستقبل مثلا هنا وتحرك دولي بقى تجاه الدول المعروفة بالاسم التي تمول الدول؟ يمكن احنا بنحارب على الأرض ولكن هناك منبع يلزم كمان أن احنا يعني حضرتك لابد أن احنا نشوف نقول أقرب خبر أو أقرب نبأ وصل من قطر بالأمس أو الأمس القريب على ما أتذكر، لأن أنا كنت في فرنسا الحقيقة لسه راجع امبارح. نعم. وهو بيصرح بوضع بعض الإرهابيين على قائمة الإرهاب، وضع بعض التنظيمات الإرهابية على يعني، أعتقد أنها أنا ببصلها يعني كبشر الخير، لو كان لو صدق النوايا أفلح إن صدق، يعني هو لو هو فعلا قابل وقادر ان هو ينضم الى الصف العربي لابد ان هو ينفذ ال 13 مبدا اللي احنا بنتكلم عليه. انا مش عايز اشير الى على فكره الارهاب عشان الناس تبقى فاهمه، يعني اخر عنصر، يعني هو يتكون من عده عناصر، من 7 عناصر تقريبا، اخر عنصر هو الارهابي نفسه، اخر عنصر بالزبط. هو الارهاب الذي يقوم بالعمليه، لكن هناك اهداف معينه بعد كده في بناء وتاسيس التنظيمات الارهابيه، بعد كده تسكنهم في المناطق المستهدفه، بعد كده يبقى لازم يكون في تدريب، بعد كده يبقى في تسليح، بعد كده يبقى في تمويل، عناصر ضخمه جدا. اخر حاجه احنا بنوصلها يعني او يعني كقائد اسبق لوحدات الصحراء هو الرجل الارهابي. انا ما يهمنيش الرجل الارهابي، لكن من العدد العناصر الكبيره جدا اللي احنا قلناها دي اللي قد تزيد عن 7 عناصر، اهمها النواحي الاستخباريه للتخطيط للعمليات النوويه التي تمت. نعم. ده مش عمليه ارهابي، ده مش عمليه واحد بيفكر كارهاب ياخد فلوس ويمشي، لا، ده دي عمليه استخباريه كامله متكامله
سواء من حيث المكان، سواء من حيث الزمان، سواء من حيث الحجم اللي قائم بالتنفيذ. أنا في اعتقادي الشخصي إن إحنا إن شاء الله بإذن الله قريبا 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 سنحتفل كما قال الرئيس. كلنا بنأمل ذلك سيادة اللواء الدكتور مصطفى كامل قائد وحدات الصاعقة الأسبق، نشكرك جدا سيادة اللواء.